روح قدس إله واحد أمين. النهاردة ربنا بيتكلم على الفريقين اللي من ساعة ما ربنا يسوع المسيح جه أو من أول ما بدأ يهتم إنه من الأول خالص يعني إنه يهتم بشعبه والناس اللي معاه. اتقسم العالم لفريقين في الإنجيل، بيتكلم بالصيغة دي، واضح من الكلام ان في فريقين في الدنيا من ناحية من وجهة نظر ربنا. بيقول ايه؟ انتم والعالم، انتم والعالم. في الاول بيقول الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. واضح ان في فريقين، عارفين زي ماتشات الكوره كده بتاعت كاس العالم ولا حاجه، يبقى في فريق في اخر الماتش فرحان والشعب كله فرحان وشعب تاني زعلان وحزين. فهنا في فريقين ربنا يسوع المسيح عملهم، فريق بتاع الكنيسه وعددهم قليل، وقال لهم في قبل كده لما كانوا ماشيين وراء الناس كلها التلاميذ كلهم، قال لهم لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. هنا بيقول إن إحنا الفريق الصغير بتاعه ده اللي هيجي له وقت يتعب ويحسن. المشكلة إنه في آخر الكلام ده إن بيقول لهم أنتوا في وسط الناس دي، في وسط العالم، في وسط الفريق التاني، أنا ما طلعتكوش منه، وطلب من الأب إنه ما يطلعش شعبه من العالم. قال لا أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أنت مقدس بيشرح لنا حاجة نبقى لازم نحطنا في دماغنا كويس أوي، إن من ساعة ما خلق ربنا الكون ده خليقة كلها وسلم الأرض لآدم وقال له إيه اخضعها وتسلط عليها و و و وبعدين طب مين اللي كان الرئيس بتاع الأرض؟ كان آدم. واضحة من الكلام بتاع سفر التكوين أصحاح 2:1-2. يعني إيه اللي حصل؟ آدم سلم الأرض كل اللي عليها لمين؟ للشيطان. الشيطان كان موجود وما كانش له سلطان على الأرض خالص في الخليقة. السلطان كان لآدم، ربنا مديه لآدم. لكن لما خضع آدم لمشورة الحية أصبح مين الرئيس؟ عشان كده القديس بولس يقول لنا نحن نعلم ان العالم وضع في الشرير. كانت بيسموها مشيئه ربنا اللاحقه مش السابقه. السابقه ان ربنا عايز ادم يبقى هو الرئيس، لكن اللي حصل بسبب ادم انه تهاون في الوصيه اللي اداها له سلم الارض لمين؟ فاصبح العالم تبع مين؟ الشيطان. واصبح في فريقين، في فريق وفريقين واضحين جدا، يا اما انت زي زمان في مصر ما كنا بنقول اهلاوي وزملكاوي، يا مع ده وتتمنى ده يخسر، يا مع ده وتتمنى ده يخسر. ما ينفعش تبقى بترقص بين الاثنين، ما تجيش. النهارده واضحه زي الشمس وعماله توضح اكتر ان في سيستم في العالم، والسيستم ده هو اللي بيمشي الدنيا كلها، واحنا علينا اختيارات كل يوم بنعمل اختيارات. اللي عايز يعيش مع فريق ربنا هيكون له ايه؟ ضيق. بس الضيق ده مكتوب معاه وعد خطير جدا، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بيقول ربنا يسوع المسيح فيا هيكون لكم سلام، في العالم هيكون لكم ايه؟ ضيق. يبقى واضحه القصه ان في فريقين وفي فريق موجود في المسيح، مش بالعكس. انا اتخيل ان المسيح موجود فيه، لا، هو المسيح موجود فيه والفريق ده موجود في مين؟ في المسيح. طالما موجود في المسيح والمسيح فيه يبقى ايه؟ سلام. زي المركب بتاعه التلاميذ، الكتاب المقدس مليان بامثله لما كان في وسط العواصف والاعاصير وهو نايم. شوفوا ربنا يسوع المسيح نايم في المركب، ولما صحوه قالوا له يا سيد انت يا معلم ازاي انت تنام واحنا بنموت؟ فانتهرهم وزعق لهم قال لهم ازاي انتوا ما عندكوش ايمان؟ طب ايه معناها دي؟ يعني ازاي بقى تتخيلوا كده ان المركب هتغرق وانا ايه فيها؟
تجي ازاي دي؟ يعني تتوقعوا ان المسيح ابن الله البحر هيغرقه ويفطس كده؟ هيموت فطيس يعني؟ ما فيش اي حاجه لها علاقه باي حاجه، زيه زي اي بني ادم تاني، ابدا لا يمكن. فعشان كده هو قال المثل ده او الصوره دي بتاعت المركب اللي فيها ربنا يسوع المسيح هي الصوره بتاعت الناس اللي في المسيح. ولما نتكلم على ربنا يسوع المسيح والناس اللي في المسيح لابد لازم عشان بس ما يبقاش نتكلم كلام نظري، لازم يكون الكلام عن الكنيسه. ما يجيش ابدا ان الانسان يفكر في عقله كده الصغير ان يقدر ياخد ربنا يسوع المسيح من غير الكنيسه. احيانا يخطر على بالنا، كلنا نجرب التجربه دي، يا سلام لو كان الواحد راهب كده متوحد في الصحراء يوم كده، يكون انت مشغول شويه والدنيا مكركبه فوق دماغك ولا دماغك وحاسه ان الدنيا كلها ضدك، تقول ما كنتش ليه دخلت الدير وبقيت راهب ولا رهبه متوحده وقافل على نفسي الاوضه. لما تروحوا تسالوا الرهبان يقول لك ايه؟ بتضحك على نفسك، لان الضيق اللي موجود في العالم هيتبعك برضو فين؟ كان يقولوا كده واحد راهب كان تعبان جدا في قصص بتاعت الرهبان، تعبان جدا مع الرهبان ومش متفق معاهم، مشاكل عنده هو بس هو مش عارف كده، فقرر يسيبهم ويمشي. فراح واخد بعضه لامم خلاجاته هدوم اللي معاه وهيحطهم في الشنطه بتاعته، فراح قاعد على السرير وهيلبس الجزمه، لقى واحد قاعد جنبه قاعد على السرير وبيلبس الجزمه معاه، بيحط الجلابيه، لا الراجل ده بيحط الجلابيه، فقال له انت رايح فين؟ قال له مطرح ما انت رايح انا ايه؟ انا معاك. فمش هيقدر يهرب، ما يقدرش يهرب الانسان. بنتخيل كده نوع من التنفيس. الحقيقه ان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا هنا النهارده ان التنفيس الحقيقي بتاعكم هم فيا، هو فين؟ فيا وفي الكنيسه. معنى صح وجودي معاكم لما الانسان يجي يتناول النهارده، نيجي يتناول ونطلع من الكنيسه واخدين ربنا يسوع المسيح معانا، بس ما نسيبوش ما نهملوش. النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها، لان العالم ناصح واولاد العالم ناصحين جدا، هم كمان بيدوروا على السلام، هم كمان بيدوروا على السلام. ودي نقطة خطيرة جدا عايزنا نفكر فيها، عشان أحيانا الإنسان كده إيه يتلخبط. النهاردة أكتر من أي وقت تاني في الدنيا الناس محتاجة للمعالجين النفسيين، أكتر من أي وقت في العالم كله، بيروحوا لكل واحد عنده حد يقعد معاه يتكلم معاه وبيلاقي سكك للسلام. ونسمع فلاسفه بيتكلموا شويه، تلاقوا بوذيين، هندوس، ناس ملحدين اتكلموا على مشاكل البني ادم وطرق علاجها، وحتى الكنيسه نسمع وعاظ يتكلموا على طرق العلاج بتاعه الانسان العاديه. مش حاجه وحشه، لكن هقول لكم حاجه عن سلام ربنا. السلام بتاع ربنا يسوع المسيح اللي بيتكلم عليه النهارده ما يجيش بالعقل. في آية القديس بولس جميلة جدا لما يتكلم على موضوع السلام بتاع ربنا يسوع المسيح يقول يجي ازاي؟ قال الإنسان يقعد يحلل نفسه ويدور يعمل ايه عشان يخلص من المشكلة دي. في فيليبي، رسالة فيليبي أصحاح 4 بيتكلم على سلام ربنا يسوع المسيح. بيقول ايه؟ إذا حد اهتم، هنا اهتم مش معناها ينشغل، لا هنا يتهم. لا تتهموا بشيء، يعني مش الاهتمام، الهم، علة الهم. لما الانسان تيجي له ايه؟ قلق. لما يجي لك القلق في كل حاجه بايه؟ بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وبعدين يقول كلام جامد جدا، يقول لك وسلام الله الذي يفوق كل عقل. معناها ايه دي؟ سلام ما يجيش بالايه؟ بالتحليل النفسي، ما يجيش بان الواحد يفكر فيها. يعني ايه فوق العقل؟ فوق العقل يعني ايه؟ ده هديه عطيه من ربنا ملهاش علاقه خالص باي حاجه احنا نعملها كبشر، بس بيجي ازاي؟ بيجي بالصلاه. طب ازاي الانسان لما يصلي سواء في اي وقت؟ هنا تيجي النقطه الثانيه. طيب انا اعمل ايه عشان اخد السلام ده؟
احنا كلنا محتاجين السلام بتاع المسيح الذي يفوق كل عقل، كلنا محتاجينه. طب يجي ازاي؟ ما اتفقنا في العالم هنلاقي ضيق، وبعدين العالم يقول لك انا هديك الضيق وهحلك بحللك مشكلتك. يعني زي ما حصل مع حواء، على فكره حواء كانت في امان وفي سلام وما فيش في دماغها حاجه، هي الحيه اللي اوجدت لها مشكله. الله، انت عندك مشكله؟ قالت لها انا ما عنديش مشاكل. قالت لها عندك مشكله؟ ازاي انت مش بتاكلي من الشجره دي؟ ابتدت حواء تفكر في المشكله، قالت لك انا لقيت لك الحل، لا كلي. والعالم بيعمل نفس القصه، يدينا الهم وبعدين يقول لنا ايه؟ عندي الحل هحللها لكم انا بالكلام وبالكونسلرز وبالادويه وبالمهدئات وبالخمره وبالتلفزيون وبالميديا، احل لكم المشاكل بتاعتك كلها. عايز تهرب من ده؟ تعال عندي حل ليك هسليك. هنا القديس بولس يقول لك ان سلام المسيح، سلام الله اللي في المسيح يفوق الكل. ايه؟ ما يقدرش كيماوي يشرحولي يقول لي ده بيشتغل على انهي اعصاب، ما يقدرش واحد محلل نفساني او فيلسوف يقول لي انت عندك ايه مشكله، ما يقدرش، مش بتاعه الناس. طب يتحل ازاي؟ قال بالصلاه. بالصلاه. طب ايه الصلاه يبقى شكلها ايه؟ لما احنا درسنا قبل كده في انجيل لوقا، الصلاه يبقى شكلها ايه؟ عندي صورتين ليكوا، صورتين مهمين جدا. الصوره الاولانيه من لوقا 11، لما سالوه نصلي ازاي قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديق اخرجني ثلاثه ارغفه؟ واحد جاله ضيف في نص الليل وما عندوش اكل ومحرج. اي واحد فينا او واحده عارفين كويس اصول الضيافه، يعني نتكلم على الناس زينا، يعني لما يجي له ضيف ومبقاش عنده اكل بيحس بايه؟ زنقه، قلق، ضيق. فبيروح يجري على جاره او جارتها ويخبط على بابه نص الليل. قال لك الاضطرار لنص الليل ده سبب الاحتياج، انه محتاج. وخبط عليه في الضلمه وقال له الحقني انا ما عنديش حاجه اكلها له. فحتى لو الشخص اللي ورا الباب قال له ما تقلقنيش على نص الليل، انت اتجننت جاي تخبط عليا في نص الليل، هيسيبه؟ لا مش هيسيبه، الموقف لازم يتحل. فقال لك بعد ما يزهقه شويه هيفتح الباب ويروح ملفيه ثلاث رغيفه يقول له ايه؟ ما تقلقنيش تاني، خد حاجتك وامشي. دي اول حاجه اتكلم عليها ربنا يسوع المسيح في الصلاه. يعني بمعنى صح لما يقعد الشخص مع نفسه في الموقف ده ويقعد يفرك ويحرك عشان يلاقي حل اخر للموضوع، مش هيلاقي، ملهاش حل. مش هيقعد يتكلم الراجل ويلهيه الضيف بتاعه وهو جعان. يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها لكم هي ان اول حاجه هي الصلاه. الصلاه بلجاجه. الانسان لما يبقى متضايق والضغط عليه من العالم كتير جدا، سواء ضغط مادي سواء ضغط نفسي سواء اضطهاد سواء اي حاجه، بيلجا للصلاه. الحاجه الثانيه اللي يقولها القديس بولس في روميا 12 يقول لما تصلي قدم جسدك ذبيحه. لما تصلي قدم جسدك ذبيحه. بيقول اطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضية عند الله، عباداتكم العقلية، تقف قدام ربنا كذبيحة. بمعنى صح عشان، وبتكلم على عدم مشكلة الظهر، يعني ما تبصوش للعالم، ما تقعدوش تعملوا زي العالم. هنا في نقطة مهمة جدا عايز أقولها لكم. الصلاة مش موضوع عاطفي في أصله. بمعنى صح مش موضوع إن أنا عايز حاجة عاطفية جوايا أقولها لربنا، عشان أحيانا بنتلخبط إحنا في الحتة دي. صلاة بجد ما هياش موضوع أصله عاطفي، هيجي العاطفة معاه لكن أصله مش عاطفي. لو هتكلم على العاطفة والحب، الحب هل دايما الحب يعني الإنسان يبقى عاطفي؟ أوعى تفتكروا كده، عشان ده الميديا، دي الطريقة الأفلام بتتمثلها لنا إن الحب هو موضوع عاطفة. الحقيقة لا، الحب الإلهي مش هو فيه عاطفة، بس مش دايما عاطفة. أصله هو بذل، الإنسان يقدم نفسه. العاطفة ممكن ما تبقاش موجودة، يعني مثلا هقول لكم حاجة أو ما تشافش، تبقى مستخبية جوه. لكن المطلوب في الساعة دي في الحب حاجة عملية. مثلا كيف يمكن لأم إنها توري محبتها لعيل وهو عيان؟
تقول له كلام تاخده في حضنها ولا تهتم بيه تعمل له اكل وشرب تقيس حرارته وتعمل له كمادات وتقعد وتسهر معاه. احيانا المحبه ما يكونش معاها العاطفه. لو انت هتسال كل واحد فينا المحبه بتاعتنا دايما فيها عاطفه هيقول لك لا ابونا انا بصحى الصبح اروح شغلي عشان اجيب اكل عيشي واكل عيش عيالي اللي انا بحبهم بس يعني الصبح ما بقاش عندي مشاعر جامده يعني انا بعملها لان عارف ان دي مسؤوليتي ومن ناحيتهم انا لازم اعمل كده. واحيانا بيجي لي مشاعر. اللي عايز يقوله هنا القديس بولس لما بقف قدام ربنا لو انا فعلا بحب ربنا بجد المحبه بتاعتي مش هتبان في الكلام مش هعمل كلام لكن هقف جسدي ذبيحه بمعنى صح بقدم نفسي لربنا. وبعدين لما بنقدم ذبيحه في العهد القديم ده اتكلم الراجل ده بيتكلم زي واحد يهودي كان زمان لما الذبيحه تقبل في اول قبل خيمه الاجتماع لما الذبيحه تقبل علامه ايه؟ ايه علامه الذبيحه المقبوله؟ النار تيجي من السماء وايه؟ بتاكلها. ايه النار اللي جايه من السماء دي؟ شفناها في 50 النار اللي جت من السماء دي هي عطيه الايه؟ الروح القدس اللي من ثماره سلام محبه فرح سلام. طب السلام اللي خدوه التلاميذ كان جه حد وعظهم او قال لهم هي دي الخطه اللي هنمشي بيها وقوم هديوا او اداهم فلوس او اداهم حاجه او اداهم اكل او بنى لهم كنيسه او بنى لهم حاجه؟ لا ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. هي دي النقطه الخطيره عشان في احنا في صلواتنا وفي خدمتنا لربنا احيانا بنشاكل العالم بنعمل زي العالم. العالم بيعمل ايه؟ اديني فلوس احل لك كل المشاكل وامن لك مستقبلك. يقول لك كده نامن المستقبل هات لي فلوس. انا بقول له كانسان مع معسكر ربنا يسوع المسيح مش ده اللي هيامن مستقبلي. لو الدنيا انهارت والاقتصاد باظ حتى لو عندي فلوس ولو حاطط فلوس في البنك ما بقاش لها قيمه. او حصل مجاعه فلوس ما بقاش لها قيمه. لو حصل التضخم الفلوس بينزل قيمتها. لكن ايه اللي مش ممكن هيتغير؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل. ده اللي عايز ربنا يقوله. العالم هيدينا حلول يديك حلول للمشاكل الماديه لكن ما يدكش سلام. تطلع واحده وتحل وبعدين يحصل ايه؟ زي ما احنا عارفين تحل مشكله اليوم اللي بعده يطلع لي مشكله تانية. خلصت من حاجه يطلع لي حاجه تانية. كلنا عارفين كده كل يوم. عشان كده ربنا قال كلمه كبيره جدا قال لك يكفي اليوم ايه؟ شره. معنى صح ان كل يوم في شر. كل يوم بنسمع اخبار مش كويسه كل يوم بنعرف حاجات ما تسرناش كل يوم بيتكشف لنا حاجه تانية احنا ما كناش متوقعينها. لكن اللي احنا محتاجينه مش حلول لكل المشاكل دي. احنا عايزين سلام الله الذي يفوق كل عقل. لو كنا في السجن معانا لو كنا في المرض معانا لو كنا في المركب اللي في وسط البحر في العاصفه معانا. لانه لا يتاثر بالظروف ما يتاثرش بالظروف ولا يعتمد على المعجزات ولا يعتمد على الحلول. ما فيش حاجه في العقل تقدر تجيب السلام ده. ودي الفرق بتاع الموضوع الصلاه اللي هي ما تعتمدش جامد على العاطفه. طب لو ما عنديش عاطفه ما اصليش ايه ده؟ لو انا ما عنديش العاطفه الجياشه دي والنهارده العاطفه بتاعتي راح ناحيه الاكل. انا متوقع ان النهارده مراتي مثلا هتطبخ ملوخيه مش عارف بالارانب ولا مش عارف ايه وهو ده العاطفه بتاعتي كلها راح هناك مش هصلي لان دماغي مشغوله بالملوخيه بالارانب. هو ده لا هوقف اصلي. طب انا محتاج سلام الله لان هاكل الاكله دي وهخلص وخلصت وبعد كده مفيش حاجه هفضل بقى ارجع تاني ادور على حاجه تملاني هنا. عشان كده بعدها على طول بيقول لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. انا عايز اختم واقول ان من ساعه ما ربنا يسوع المسيح جه واسس في العالم حاجات ما ينفعش تيجي بالطرق البشريه. بيدينا حاجات من السماء من عالم تاني من كيان تاني. والانسان المؤمن اللي عنده ايمان هو ده اللي قال ربنا يسوع المسيح قال ان انتم امنتم اني من الله اتيت. يعني معنى صح اللي انا جايبه لكم ده مش من العالم مش من العالم ومش هينفع العالم يدهوني. فالانسان اللي مؤمن ربنا يسوع المسيح جه من عند الله من بره الكيان الكون المخلوق ده كله يبقى لازم هيتصرف بطريقه تانيه مش هيلجأ للطرق بتاعت العالم عشان يحل ما
مشاكله لأنه من فريق ربنا من الكنيسة. فاحنا عندنا حاجات تانية، عندنا حاجات تانية بنعملها. عشان كده لما بسمع كلمتين كلمة بس أنا أو وعظ أو كلام، وكل الكلام عبارة عن لغة بشرية و نسميها إيه، فلسفة بشرية، عارف إنه إمكانياته محدودة مش هيوديني بعيد. لكن اللغة بتاعت الإنجيل، اللغة بتاعت كلام ربنا يسوع المسيح، حاجة برا العالم. طب بناخدها إزاي لو إحنا مؤمنين إنها من برا العالم؟ اللي مؤمن إن ده دواء من برا، من حاجة برا العالم، هيستعمله. واللي مش مؤمن هو من برا العالم وهيحاول يفهمه بطريقة العالم وبالفلسفة بتاعت العالم، هينتهي بأنه إيه، يتعامل معاه على إنه زيه زي إيه، زي اللي بيتكلموا على التلفزيون. يديك واحد، أنا شفت الحاجات دي كتير قوي، يديك واحد سي دي كده، ولا أقول لك ويب سايت روح بص على دي، ده الراجل ده بيتكلم كلام كويس قوي، تسمعه فلسفة عالية جدا، بس هي فلسفة إيه، بشرية. اتحطت واحد قاعد تحت شجرة قاعد يتأمل وقاعد يجيب ويودي. لكن الكلام بتاع ربنا لما يدينا وصية، لما يدينا وعد، أنا بجري وراه وبحاول أعمله زي ما قال لي أعمله، لأن الحاجة اللي فيه مش بشرية. هتقول لي إزاي؟ أقول لك لو أنت مؤمن ربنا يسوع المسيح ابن الله اللي جه من السماء، هتصدق كلامه وهتمشي وراه. ولما التلاميذ عملوا كده بقينا كنيسة، بقينا كنيسة. ربنا يدينا إن احنا نبقى من الفريق بتاع ربنا يسوع المسيح اللي قال لهم ليكن لكم فيا في ربنا يسوع المسيح سلام. لإلهنا كل المجد، آب والابن والروح القدس، أن كل هو وإن دوت كل أمر.